الرجل الذي أمر الله الملائكة أن تضربه في قبره. حياة جديدة يعيشها الإنسان في قبره تختلف اختلافا كليا عن حياته التي عاشها في الدنيا، فحياة البرزخ تكون على قدر ما قدم الإنسان في حياته الدنيا من عمل صالح، فهو إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أعاذنا الله وإياكم منها. يقول تعالى عن آل فرعون: بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق الله العظيم. وفي هذه الآية دلالة كبيرة وواضحة على حياة البرزخ التي يعيشها الإنسان في قبره، والتي توضح مصير آل فرعون داخل قبورهم. وهذه الآية تثبت بما لا يدع مجالا للشك عذاب القبر الذي يلقاه العصاة والكفار. وفي هذا الفيديو سنعرف من هو الذي أمر المولى عز وجل الملائكة أن تضربه في قبره، فمن هو هذا الرجل؟ ولماذا أمر المولى عز وجل أن تضربه الملائكة في قبره؟ وماذا قالت له الملائكة؟ وقول أهل العلم عن حقيقة حياة البرزخ، فتابع معنا حتى النهاية. عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدخل رجل في قبره فأتاه ملكان فقالا له: إن ضاربوك ضربة. قال لهما: على ما تضرباني؟ فضرباه ضربة فامتلأ قبره منها نارا، فتركاه حتى أفاق وذهب عنه الرعب، فقال لهما: على ماذا ضربتماني؟ قال: إنك صليت صلاة وأنت على غير طهور، ومررت برجل مظلوم ولم تنصره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغزى من هذا الحديث أن الذي يصلي صلاة وهناك علة في وضوئه وطهارته فصلاته باطلة. وحياة البرزخ في القبر تختلف عن حياة الدنيا، فالإنسان في هذه الحياة لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، إنما يمتلك قدرة محدودة تمكنه من سماع كلام الملكين وإجابتهم على أسئلتهم بقدر ما قدم من عمل صالح في حياته الدنيا، وأن يتفاعل مع ما يحدث في القبر بما قدر الله له. وهذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وضع الميت في القبر وأغلق عليه القبر وذهب عنه الأهل والأحباب، جاءه الملكان يسألانه عن دينه وربه ونبيه، فإذا كان مؤمنا وصالحا رد عليهم بثبات وثقة قائلا: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسألانه عن قوله في النبي صلى الله عليه وسلم فيرد بأنه رسول الله إليه جاء ليرشد الناس وأنه آمن به واتبع رسالته، فيطمئنه الملكان ويفتح له باب في قبره يشرف على الجنة، ويطلع منه على مقعده الذي أعده الله له فيها، ويهب عليه من ريح الجنة ونعيمها، ويقال له: إن هذا هو مكانك إلى ما شاء الله تعالى لبعثك إليه. وأيضا يفتح له باب من النار، ويقال له: هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله إياه بمقعدك في الجنة. ومما أجمع عليه علماء المسلمين هو حقيقة حياة القبر والبرزخ، فإما في نعيم مقيم أو عذاب أليم. يقول ابن القيم: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون العذاب والنعيم عليهما في هذه الحالة مجتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن. وهناك مثل لتقريب الصورة يضربه العلماء: فالحلم في المنام يشعر فيه الإنسان بالسعادة والحزن والكثير من المشاعر، وهو ما يزال في مكانه. وقياسا عليه تكون حياة البرزخ في القبر. أما الحديث الذي ذكرناه في سياق الفيديو ضعيف الإسناد، وضعفه أيضا الألباني رحمه الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم.